مشهد في شكله الأخير حاضن لكل القوى في فريق الأكثرية الوزارية، ساحة شاركت في صناعة حشدها حسب الأعلام والرايات كل الأطياف والألوان والأحزاب في هذا الفريق. انطباع أولي، لكن ماذا لو قمنا بجولة تقدم صورا أخرى لتوضيح حقيقة المشهد؟ المناطق المسيحية، الساحل المتني، نموذج جل الديب أنطلياس، لا مبالاة بالدعوة للمشاركة في ذكرى 14 شباط، حركة عادية. الحافلات التي أرسلها تيار المستقبل لحلفائه المسيحيين يسودها الصمت الذي لم يسبق هذه المرة أي عاصفة. بقيت الحافلات فارغة تنتظر مع عدد مماثل لها من الصبية من دون نتيجة. مشهد يختصر قدرة مسيحي الموالاة على استنهاض الشارع المسيحي. لم نعد بالزمن إلى الوراء، هو التاريخ عينه، 14 شباط 2009، أوتوستراد طرابلس بيروت. جمهور تيار المستقبل يندفع بحافلاته وسياراته قادما من عكار الضمني المني طرابلس، يتوجه إلى ساحة الشهداء مدفوعا بعشرات الملايين من الدولارات التي دفعت في التظاهرة تحت وطأة إعلام وأعلان لا يرحمان. نزل حتى أهي ذكرى الرئيس الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه، ونضلنا متمسكين بالوحدة الوطنية، والله يرحمه ويرحم اللي خلف ما مات. نقول له حسن نصر الله، نحن أكثر منكم ولعبينك يا سعد الدين. روح يلا، نحن من المنيا، جايين من المنيا، جايين للشيخ سعد، وفاء للشيخ سعد، وفاء بين الحياة وبين الحياة. لكن البعض نسي حجم المأساة التي تركها ألم رحيل الرئيس رفيق الحريري في مثل هذا اليوم. المستقبل الذي يعلم الحجم الشعبي لحلفائه المسيحيين وزع مسبقا أعلام هؤلاء على مناصريه ليظهر مشاركة مسيحية كبيرة تعطي المناسبة طابعها الوطني. وقعت الأرز والخط الأحمر في أيد أمينة، توأما أحيانا مع رايات الحلفاء الذين زاروا يوما الأشرفي. بعض الحافلات القواتية كانت أحيانا مقتزة تنتظر الخلاص. تكرار هذه المناسبة علم المنظمين كيف يضخمون أعداد الحشود على الطرقات. تتمهل السيارات في طليعة الموكب، تترك فراغات أمامها، تسبب زحمة سير تخلق وهما بأن الملايين قادمون وراء هذا الزعيم مثلا، علما أن بعض المواكب كانت تحظى بواجهة مسيحية مدعومة بمئات الحافلات لتيار المستقبل. بين المواكب يتوضح أحيانا معنى السيادة التي ينادي بها هذا الفريق مع مشاهدة أعلام السعودية وصور الملك السعودي. ومما لا شك فيه أن عشق هذا الفريق للمؤسسة العسكرية لا يتم إلا بالحنين لأعلام الصدم والحركات الأصولية. في عيد العشاق لا تنفصل صورة القوي النائب سعد الدين الحريري عن صورة ونهج الأمين مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهال. المشاركة الأصولية والسلفية كانت واضحة، ومن قلب كسروان وجهت نقابة أهل السنة رسائل إلى العماد ميشيل عون وأبناء كسروان. كان حشد من 1000 سيارة وبضعة مئات من الميكروباص للمشاركة والتعبير أننا نحن خصوم للطرف الآخر للمعارضة، أقصد يعني، ولإصدار البيانات والبراهين على أننا موجودون في الساحة وبشكل قوي كحركات وجماعة إسلامية. أعتقد أن الجنرال عون أخفق كثيرا، ويا ريت كان الجنرال عون مثل ما كنا نعرفه من زمان. أعتقد أنه لم يعد ممثل حقيقي لهذه المنطقة، وغدا صندوق الاقتراع ستبرهن على ذلك وتبين ذلك إن شاء الله وبإذن الله. نتمنى من الجنرال يجي ويتفرج، يعني أكيد هالحجقة هيدي وهالحشود هذا من الشمال لهون، يعني أكيد هذا مصر أبدا. نحن الحقيقة هدفنا الأساسي أنه نقوم وننصر الشهيد رفيق الحريري وننصر قوة 14 أدار، لأنها قوة إنسانية وقوة ديمقراطية. باسم ثقافة الحياة والديمقراطية والإنسانية، وكي لا تضيع الأموال المدفوعة سلفا، حول تيار المستقبل المواطن اللبناني إلى رقم مرمز ومشفر. فكل سيارة، وكي يتأكد المنظمون أنها وصلت إلى مبتغاهم العددي، تزود بباركود كهذا الظاهر على الشاشة. السيارات تمر عبر تبرجة حيث وضعت كاميرات الرصد والمراقبة موصولة بأجهزة لتسجيل كل حركة مرور للآليات المشاركة.
بالمال والإعلام والإعلان نجح تيار المستقبل في حشد جمهوره الخاص، لكن حلفائه المسيحيين فشلوا مرة جديدة في خلق المشاركة المسيحية الفعالة، ما يطرح السؤال عن مدى بقاء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري مناسبة وطنية جامعة.